اليوم هذا الخبر جميل جدا، هو إدراج سبوريدا المغربية كتراث لا مادي ثقافي لا مادي من طرف المنظمة الأممية ديال اليونسكو، وهذا بحد ذاته شيء اللي كيفرحنا كاملين، لأن كنظن أن سبوريدا هذا التراث لا مادي، هذا التراث الحي اللي مازال الآلاف والآلاف من الشباب المغربي ومن الكهول من الشيوخ كيعملوا به وكيعيشوا من أجله، هو في حد ذاته الإدراج ديالو في لائحة اليونسكو هو اعتراف بواحد الدور واحد العمل جبار اللي كيقوموا بجميع المكونات ديال سبوريدا في المغرب، من خلال المنظمين ديال المهرجانات، من خلال السربات المقدمين ديال السربات، الفرسان، مربين ديال الخيول العربية البربرية والخيول البربرية، الناس اللي كيشتغلوا في اللباس ديال سبوريدا، الناس اللي كيشتغلوا في السروجة، الناس كيف السروجة التقليدية المغربية، الناس اللي كيشتغلوا في البارود، الناس اللي كيعمروا البارود، الناس اللي كيديروا التنشيط ديال المدرجات والتنشيط ديال الأماكن سبوريدا. كنظن أن اليوم المغرب لازم، حنا عندنا الآن واحد الرأسي ديال 12 تراث لا مادي المسجله باليونسكو، كنظن ان المغرب لازم يتابر في الطريق ويدعم سبوريدا ويدعم جميع الفنون وجميع الاشكال التعبير الثقافي اللي عندها علاقه مع المغرب ومع التمغربيت، حيت هاد التمغربيت هي اللي كتعطينا واحد التموقع على المستوى العالمي اللي كيجعلنا ننجحوا في مجالات اخرى. اللي مطلوب الان من الجميع، من السلطات، من الناس ديال سبوريدا، من السربات، هو يزيدوا يدعموا هذا القطاع بالمزيد من التصور والإبداع، إبداع على مستوى الممارسة والتصور مع احترام التقاليد ديالنا بطبيعة الحال، والتصور للمستقبل كيفاش غتكون سبوريدا، واش بغينا سبوريدا تكون بنفس الطريقة ديال المواسم اللي كنا كنعرفوا، واش المواسم ما يقدروش يزيدوا يتطوروا باش يكونوا كيواكبوا العصر الجديد والاحتياجات الكبيرة ديالنا الآن ديال البلاد فيما يخص السلامة، فيما يخص النظافة، فيما يخص واحد العدد من الأمور، وكيفاش الدولة تقدر تدعم سبوريدا بطريقة دائمة. ما لازم سبوريدا تخرج من واحد النوع من الانتظارية ومن أن هذا العام كاين موسم، هذا العام الاخر ما كاينش الموسم، هذا العام كاين دعم ديال الدوله، هذا العام ما كاينش دعم ديال الدوله، لازم ما ندخلوا بسبوريدا لواحد النوع من العقلنه في العلاقه مع السلطات وفي النوع من الاحترام المتبادل للخصوصيه ديال سبوريدا.